إزاي سعر الفايدة بيأثر على الاقتصاد المصري تحديداً؟ لما يكون في زيادة في سعر الفايدة الناس بتقلق، بيكون مؤشر بأن الأسعار في البلد هتزيد. يا ترى بقى إيه العلاقة بين سعر الفايدة والأسعار أو الاقتصاد بشكل كلي؟ خلينا نأكد الأول نجاوب على السؤال يعني إيه رفع الفايدة؟ رفع سعر الفايدة هو المعيار اللي بيتحدد على أساسه أسعار الفايدة على القروض اللي بتحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري. بعدين البنوك بتحط خطة وآلية لاحتساب الفايدة على القروض. وبشكل مختصر لما بيتم رفع سعر الفايدة ده بيؤدي لتراجع فوري للطلب على الاقتراض، يعني الشركات والمؤسسات بتقلل من اقتراضها من البنوك علشان الفوائد العالية، وبالتالي عمليات التطوير والتحديث ما بتبقاش نشطة. ولما الشركات دي بتقترض فهي بتعوض الفوائد دي في زيادة في المنتجات، وبالتالي الأسعار اللي انت بتشتريها كمستهلك بتزيد. كمان رفع سعر الفايدة بيعوق الاستثمار، وده لأن تكلفة الائتمان على الشركات والمؤسسات بتزيد، وده بيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم بسبب أن الشركات بترفع الأسعار لمواكبة الزيادة. الدول بترفع الفايدة علشان البنوك تسحب السيولة النقدية من الأسواق وتخلي المواطنين تستثمر فوائدهم المالية في البنوك.